مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، رعى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حفل افتتاح فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 34. نورسات غطت فعاليات المهرجان وأعدت التقرير التالي. انطلقت في شمال الأردن فعاليات مهرجان جرش السنوي في دورته 34 في المسرح الشمالي في مدينة جرش الأثرية. وقال وزير الثقافة والشباب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الدكتور محمد أبو رمان خلال حفل الافتتاح الذي رعاه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني: إننا في هذا المساء الجرشي الممشوق بعبق التاريخ والحضارة والثقافة والفن نخط إلى العالم رسالة سياسية وثقافية مفادها أن الهوية الوطنية تتمثل في قدرتنا على مجابهة التحديات وصناعة الحياة انطلاقا من التاريخ والإرث والجغرافيا. وأكد أبو رمان حرص اللجنة الوطنية على أن يحتضن مهرجان هذا العام فعاليات تعكس الثقافة الأردنية بألوانها المتنوعة، ونستقبل قامات فنية وأدبية وثقافية عربية وعالمية لتشارك نجومنا من الفنانين والأدباء والمثقفين الأردنيين لإضاءة قناديل الفرح والمحبة والأمن والسلام في هذه التظاهرة الحضارية في جرش، مقدما شكره لكل من عمل وبذل جهدا طيبا في سبيل إنجاح هذا المهرجان. مساحة المشاركة للفنانين الأردنيين والمثقفين الأردنيين والأدباء الأردنيين في هذه السنة كانت الحمد لله كبيرة وعميقة. كان هنالك أيضا حرص على توفير الخدمات الحقيقية اللوجستية للعائلات بشكل كامل، أطفال ونساء وعائلات، حتى يشعر الجميع أنه هذا المهرجان هو مهرجان عائلي. كان هنالك أيضا عناية باختيار الفنانين والمثقفين والفرق العربية والعالمية التي تشارك في مهرجان جرش بأن يكون لها رسالة، أن يكون لها هدف، وكان هنالك تدقيق بهذه الاختيارات. كان هنالك اهتمام أيضا بالمجتمع المحلي وإشراكه في مهرجان جرش، وكنا حريصين على أن يكون هنالك فعاليات في مدينة جرش في المجتمع، وبدأت اليوم بالمناسبة هذه الفعاليات في جرش نفسها في المدينة السكانية. فهنالك العديد من الأمور، وإن شاء الله أنه يعني يكون جرش هذا العام علامة مميزة، وأنه يكون في كل عام يتم تطويره وتجديده بشكل كبير. وأكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمان غنيمات حرص الحكومة على استمرارية مهرجان جرش ودعمه ليكون مرآة لنهج الدولة الأردنية بنشر المحبة والسلام وتعزيز الثقافة والفن. بداية هذه هي السنة 34 لمهرجان جرش، هي مناسبة عزيزة على قلوبنا على مدى العقود الثلاث الماضية، ونيف كان لهذا المهرجان حضور كبير ومشاركة كبيرة في تنويع المشهد الثقافي، وأيضا في حضور فني عربي محلي عالمي أيضا يخلط بين الموسيقى والفن والغناء والقراءة والقصص والشعر، كل هذا يكون حاضر في مهرجان جرش. على مستوى المشاركة المحلية طبعا المرأة حاضرة في هذا المهرجان، وكذلك المجتمع المحلي له مشاركة كبيرة، فهو المستضيف لهذا المهرجان أولا وهو شريك به ثانيا، لذلك تحرص إدارة المهرجان على أن يكون هناك حضور للمجتمع المحلي أيضا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حتى تتمكن الجمعيات من عرض منتجاتها على مدى أيام المهرجان كمساهمة من هذا المهرجان في تعزيز العمل التنموي وتعزيز هذا النوع من المشاريع.
الجميع. وقال رئيس بلدية جرش الدكتور علي قوغز: إن المهرجان الذي نتطلع إليه اليوم إنما هو المشهد البهي الذي ينقل الصورة المشرقة عن واقع هذا البلد العظيم بقيادته وإنسانه إلى العالم بأسره. واشتمل حفل الافتتاح على فقرات ثقافية لشعراء محليين وعرب، إضافة إلى مجموعة من الأغاني قدمها نجوم الفن الأردني والعربي، حيث أحيا الفنان عمر العبدالله حفل افتتاح مهرجان جرش بمجموعة من أغانيه الجديدة والقديمة نالت إعجاب الحاضرين القادمين من المحافظات الأردنية والبلدان العربية.